تحياتي لكم اللهم ولمشاهديكم سلم. الكرام. طبعا ما يحدث هذه المسرحية المتكررة أسبوعيا في مجلس النواب اللبناني هي يعني أصبحت كما يتردد هنا في لبنان أنها نكتة تمجة، أي أنها بلا معنى وبلا قيمة. مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، يعني مع كل احترام للنواب وممثلين في البرلمان، ولكن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هي مسألة قرار خارجي. يعني منذ بداية هذا الكيان، منذ الاستقلال وحتى اليوم، لم يكن يوما الرئيس الجمهورية إنتاج الصيغة الأمنية الداخلية، بل هي نتيجة توافقات إقليمية ودولية، وفي كل مرة يعني تكون لدولة ما السلطة. وما يحدث اليوم في وما حدث اليوم في البرلمان هو أكبر دليل. يمكن أن نقرأ يعني الرسالة بتراجع الورق البيضاء كنوع من هيك نوع من الرسالة المبطنة من التيار الوطني الحر إلى حلفائه، ولكن هذا الأمر ليس أساسيا، إنها مسألة ثانوية ولا فكاك للتحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله وبقية المكونات. هو تحالف الضرورة وتحالف استراتيجي بين هذه المكونات. لذا يعني لا أرى أن هناك تغيرا جوهريا في المشهد السياسي اللبناني. الجميع بانتظار التوافق الخارجي، توافق إقليمي، توافق دولي ربما، طيب ولكن أستاذ عامر، إلى أن يتم التدخل الخارجي كما في كل مرة حضرتك أشرت إليها ويتم تحديد لرئيس الجمهورية، نتحدث قليلا عن الكتل السياسية داخل البرلمان وفي داخل اللبناني. هل يستطيع جبران باسيل أن يخرج من تحت عباءة حزب الله داخل البرلمان؟ لأنه يبدو أن هناك اليوم تضارب المصالح بدأ يطفو على السطح. لك يعني هي مسألة معقدة جدا. لا يستطيع جبران حفل الألقاب الخروج، ولا أيضا حزب الله يستغني عن هذا التحالف أو هذه التحالفات. يعني المصالح مشتركة بين الفريقين بشكل معقد جدا. الفريقان بحاجة لبعضهما البعض، كل من منطلقات مختلفة ممكن، ولكن الفريقان بحاجة لبعضهم البعض، ولا أفق لتحالفات جديدة. هذا الأمر يعني في حال فكاك هذا التحالف، أين يذهب التيار الوطني الحر أو جبران باسيل، وأين يذهب حزب الله؟ يعني لا مكان لتحالفات جديدة في الوقت الراهن ضمن الستاتيكو الموجود. يعني المسألة معقدة جدا، ومسألة تتراوح مكانها ربما لأشهر طويلة، ربما يعني إلى أن يتم إنضاج اتفاق إقليمي أو ما شابه للخروج باتفاق على اسم رئيس جمهورية جديد. يعني هذا هو بيت القصيد، ولا يتعلق الأمر فقط بموقف التيار الوطني وجبران باسيل أو موقف حزب الله بالتحديد. يعني أشكرك جزيل الشكر عامر ملاعب، كاتب وصحفي، شكرا لهذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من بيروت.